دائما يكون في تساؤل، لماذا وجهة المعلمين إلى القطاع العام؟ بكل بساطة ليكون هناك ضمان معروف. يعني أنت لما تكون موظف في وزارة التربية والتعليم لا تكون هناك عقود. التحدي الأكبر في القطاع الخاص هي العقود، رغم أنه موجود في نظام في وزارة العمل أن البحريني بعد 5 سنوات لا يجدد عقده، ولكن ضمنياً يستمر العقد، ولكن توجد مدارس خاصة ما زالت تجدد العقود حتى مع البحرينيين. ويعني حسب علمي أن في بعض المدارس الخاصة للأسف تضع تاريخ لعقدها تبديه في شهر سبتمبر وتنهي في يونيو، والشهرين الإجازة دلين ما فيهم عقد. فهني يضطر المعلم أما يستمر لحاجته للوظيفة أو يبحث عن مدرسة أخرى. الشهرين دلين يعني مو كل المدارس الخاصة، أين حقوق المعلم وإجازاته؟ أين التشريعات؟ لو احنا طبعا المسؤول عن العقود وزارة العمل، ولكن وزارة العمل لا تتدخل في عقد بين المعلم والمدرسة، وهو موافق، المعلم موافق مضطر يوافق. فمثل هذا القانون انا اعتقد ان التشريعات لازم تلزم المدارس بحقوق. اذا انت ما صنت حقوق المعلم كيف تريد المميزات له؟ اذا الامن الوظيفي دي نقطة أساسية لا يشعر فيها أغلب المعلمين البحرينيين في القطاع الخاص.